وهلأ سيد لطفي كيف شايف حالك؟ تعبان تعبان يا دكتور، حاسس نهايتي رح تقرب. لا لا يا سيد لطفي، ما بصير تحكي هالحكي، شد لي همتك منيح. ليش عاد فيني همة يا دكتور؟ سيد لطفي، صحيح انه وضعك الصحي دقيق شوي، بس هذا مو معناته انك تستسلم للمرض واليأس، لانه بهيك حالة الوضع النفسي ممكن يساعد كتير. طبعا يا سيد لطفي، يعني لازم تتحلى بالصبر والإرادة لحتى تقدر تجتاز المرحلة. أنو إرادة وأنو صبر هذا؟ على كل حال شو بيجي من ربك يا محلى؟ هلا سيد لطفي حطينا لك شوية مسكنات بالسيروب، رح ترتاح عليها، بس إياك تجهد نفسك. حاضر حاضر، عليك العافية إن شاء الله. الله يعافيك. طمني شو الأخبار دكتور؟ بصراحة يا مدام جوزك حالته ميؤوس منها. يعني ما عم يتحسن؟ للأسف يا آريس ما في تحسن أبدا. طيب شو رأيكم نرجع للمستشفى؟ لا ما في داعي نهرب، لأنه اللي ممكن يعملوا له بالمستشفى نحن عملناه هون. بس يلي محيرنا انه لحد هلأ ما عرفنا شو اللي معه بالضبط. المشكلة انه ما في عنا تشخيص محدد للحالة. طيب من ايش عم يشكي؟ الحقيقة عنده ضعف عام بكل اجهزة جسمه، اسيد اوريك، كوليسترول، شحوم ثلاثية كلها مرتفعة معه، حتى اغشية القلب ملتهبة، والكبد عم يشتغل بربع طاقته، والكلاوي على اضرب، وغدة البنكرياس محتمل تتوقف باي لحظة، منشان هيك نسبة السكر عنده ما عم تستقر أبدا. الحقيقة يا جماعة الضغط عنده مو مستقر أبدا، والرئتين فيهن مي وبلغم، وعنده التهاب شديد بجدار المعدة، وفي ارتخاء عام بالعضلات. بصراحة يا جماعة وضعه ميؤوس منه، بجوز ينصاب بأي لحظة بسكتة دماغية. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش هيك صار معه على غفلة؟ من 3 أيام ما كان في البلد، بقى من وين اجتك للشغلات؟ الحقيقة لا نحن ولا كل أطباء المشفى اللي عينوه قدرنا نوصل للسبب الحقيقي. يعني هالحالة نادرة شوي، وهالتدهور المفاجئ بعمل أجهزة الجسم حيرنا تماما. طيب شو رأيكم نسافروا لبرا؟ الحقيقة ما بخفيك يا مدام، أنا والدكتور عرضنا حالته على أعظم أطباء العالم عبر شاشة الأنترنت، بس ما أخذنا جواب الشافي. يعني بصراحة ما في فايدة من السفر. طيب والحل؟ معقول نتركه هيك؟ خلوا إيمانكم كبير وسلموا أمركم لله، وادعوا له بالشفاء. نحن بانتظار معجزة إلهية تنقذه من الوضع. يا رب يا رب تشفيه على أهون سبب يا رب. خير بابا؟ لازمك شي؟ بدي أشوف شريكي عاطف ضروري. إيه بس عم عاطف بالله تقيل، اتصلوا في خليجي فورا، انا لازم شوفه قبل ما اموت. بعيد الشر عنك بابا، بترجاك ما تحكي هيك حكي. خلص هلا بتصل فيه وبخبره. بابا الله يرضى عليك، عبي لي كاسة مي لاشرب. تكرم عينك. ألو، أهلين نادية، أهلين حبيبتي، كيف البابا طمنينا عنه؟ شو هالحكي؟ هيك قالوا الدكاترة؟ الله يشفي ويعافي، والله أبوكي ما بيستاهل. إيه حبيبتي إيه، خليكن حوالي لا تتركوه. عاطف؟ عاطف والله باللادية بكرة لحتى يجي. هو هيك قال؟ طيب طيب حبيبتي ولا يهمك، هلأ بتصل فيه على الموبايل وبخليه يجي فوراً.
لا حبيبتي، سلميلي على ماما. الله معك. ألو نعم. أهلين هنادي. أهلين حبيبتي، شلونك؟ شلون الأحوال؟ شو هالحكي؟ بالله العظيم مني اللي خبرك؟ أيوة أيوة، قسما بالله لطفي ما بيستاهل أبدا. إيه طبعا طبعا، ما أحلاني ومقصر والله. لا لا لا، مو مشكلة، الشغل بيتأجل، رح اترك كل شيء وضب اغراضي وانزل. اوكي حبيبتي اوكي، ماشي الحال، الى اللقاء بالشام. نعم، جيب لك شيء معي. ما بعرف مثل شو بدك انت، سمك؟ يا على عيني وراسي وجزريه. تكرمي. طيب طيب، مع السلامه حبيبتي، مع السلامه. شو بدنا نساوي يا عاطف؟ هذا اللي صار، بس املنا بالله كبير. لا إله إلا الله، إن شاء الله بيتعافى وبينجبر خاطركم بأسرع وقت ممكن. إلهي إلهي، تطعمنا ولا تحرمنا يا رب. بس دخيل عينك عاطف، ما بدي إياك تخليه يجهد حاله بالحكي، لأنه الدكاترة مانعينه عن الكلام. ولو لا توصي حريص، مو وقت أحكي له قصة عنتر هلأ. يا الله. تفضل عمي، بابا بانتظارك. شو شايفك متسطح وقابض جد؟ ما على قلبك شاب يا هجو، العرضية إن شاء الله خير. شوفي شو القصة؟ أهلين أخي عاطف. يا أهلين. الحمد لله شفتك قبل ما أموت. بعيد الشر عنك يا رجل، شو هالحكي المكرب هاد؟ ما فيك شي يا رجل، العرضية إن شاء الله. أخي عاطف عود واسمعني ولا تعطني لخلص كلامي. تفضل، أنا بأمرك. أنا هلأ بين ايدين الحق عز وجل، ولازم ريح ضميري وبر ازمتي قبل ما اموت يا عاطف. سلامة قلبك يا رجل، شو الحكي هاد؟ اخي عاطف انا انسان سافل. عفوا شو قلت؟ ايه سافل وحقير ومنحط وشجع وطماع كمان. اللي ليش؟ ليش؟ لاني خنتك. خنتني؟ ايه نعم، خنت الخبز والملح، خنت الصداقة اللي بيناتنا. أنا من 20 سنة وأنا عم بطعنك بالظهر، وأنت ولا مالك دريان بشي، مثل المصحف المطوي، لأنك قلبك طيب ومعدنك أصيل. ما فهمت عليك، ما فهمت عليك لطفي، يا ريت توضح أكثر. رح وضح. بتتذكر سرقة المستودع من حوالي 5 سنين؟ طبعا بتذكر، يومها رحلنا بضاعة بحوالي 2 مليون ليرة وما نعرف مين الجاني. أنا الجاني. أنت؟ إيه أنا، أنا اللي بعت ناس ليسرقوا المستودعات وبعت البضاعة بالسر من دون ما تدرى. طيب ليش؟ ليش يا لطفي؟ لا تسأل ليش، بس اسمع. تتذكر صفقة الموز يلي استوردناها أول ما الدولة سمحت باستيراد الموز؟ إيه طبعا بتذكر، يومها خسرنا فيها حوالي 1 مليون ليرة لأنه أسعار الموز نزلت وتشرشحت كتير. لا يا سيدي، الصفقة ما خسرت ولا ربحت، بس أنا زودت بالفواتير وأقنعتك إنه الصفقة خسرت لحتى أخذ منك 1 مليون ليرة. معقول يا لطفي؟ لك شو عم تهزي أنت؟ سيارتك المرسيدس يلي اشتريتها من عضو مجلس الشعب. ايه شو بها؟ انت اكل فيها خازوق مرتب لانك دافع زيادة عن حقها 400 ألف. ومين يلي خوزقني؟ انا، انا اللي خوزقتك ولطشت منك 400 ألف ليرة وحطيتهم بجيبتي. العم علي شغلي، معقولة اللي عم بسمعه؟ تفضل عمو. ايه والله يسلموا هالايدين، اجت بمحلها لانه نشف ريقي. صحه وهنا. على قلبك ان شاء الله. بابا تركينا لحالنا شوي. حاضر بابا. عاطف. نعم. بتتذكر صفقه الحديد اللي مرقناها
وقت كانت أزمة الحديد مستفحلة بالبلد. ايه طبعا بتذكر يومها رشينا المسؤول بمليونين ليرة مشان نمرق هالصفقة، وهلأ المسكين ملحوش بسجن عدرا بتهمة الفساد. يا سيدي يومها عطيته مليون وحطيت بجيبتي مليون. شو هالحكي يا لطفي؟ معقول؟ ايه نعم، هذا اللي صار يا عاطف. تذكر مناقصة الأخشاب يلي كنا نشترك فيها وانسحبنا باخر لحظة؟ ايه نعم بتذكر، ويوم اقنعتني انت انه فيها مخاطرة لانه اسعار الخشب مو مستقرة. لا يا سيدي، كانت اسعار الخشب عم تطلع والربح مضمون بالمية مية. طيب ليش خليتنا ننسحب لكان؟ لاني قبضت اكرامية نص مليون ليرة من مروان بطرني تاجر الخشب لحتى ننسحب من المناقصة. العمى. بتعرف مين اللي اشترى منك محضر كفرسوسة قبل ما تتنظم وتنط الأسعار؟ على علمي تاجر أراضي، ما عاد اتذكر اسمه، بس اللي بتذكره اني انا بعت المحضر من هون وارتفعت الأسعار 50 ضعف من هون. انا اللي اشتريت المحضر وتاجر الأراضي كان يشتغل لحسابي. لك شو الحكي يا لطفي، شو الحكي؟ أدرينا أن المنطقة راح تتنظم، فأمنا اشترينا منك المحضر 700,000 ليرة، وبعد شهرين بعناها 30 مليون. الله لا يعطيني العافية، ما أغباني. لك معقولة كل هالشي يطلع منك يا لطفي؟ هو أكتر شايف السكرتيرة يلي عندك بالمكتب نجلة؟ ايه شو بها؟ هي انا اللي بعثت لك اياها من تحت لتحت مشان تشتغل عندك جاسوس لحسابي، وكل شهر كانت تقبض مني 10,000 ليرة لحتى تنقل لي كل اخبارك. وانا اللي كنت مفكرها امينه ومخلصه. لا وشو، رحت الشهر الماضي صرفت لها مكافاه ب5,000 ليرة. هذا هو الواقع، المي ماشي من تحتك وانت مو دريان ومالك مشترك على شيء. ليش لسه في شيء تاني غير هاد؟ أكيد، بس هذا اللي متذكره هلا. طيب أنت ليش عم تحكي لي هالحكي هلا؟ عشان تسامحني يا عاطف، أنا غلطت بحقك كتير. خليني موت وأنا مرتاح الضمير وبري زبتي تجاهك. شو يا عاطف؟ ما بدك تسامحني؟ يا سيدي أنا من جهتي مسامحك دنيا وآخرة. روح الله يسامحك ويعفي عنك ويغفر ذنوبك ويرجعك طفل بريء مثل ما ولدتك أمك بجاه الحبيب المصطفى المختار. خي هلا ريحتني، الله يريحك. بس كمان يا لطفي، أنا بالمقابل بدي إياك تسامحني. ليش أنت شو عامل؟ تسلم لي عينك، شو كنت آدمي والله الطب ياكل عشاك. ها بتتذكر يا ضو عيني، بتتذكر من 3 أيام لما سهرنا سهرة بضو القمر وتعشينا ببلودان؟ ايه بتذكر. يومها حطيت لك بالعصير سم بطيء يا حبيبي، وهذا السم هو سبب مرضك هلا، وهو يلي رح يجيب أجلك بعد شوي يا بعد عمري انت. انت إيه لكان شو مفكرني؟ ماني مشتلع عليك يا رطفي؟ إيه شو شايفني كل هالقد حمار؟ الله وكيلك، وصيت لك على هالسم خصوصي من صقلية من عند أكبر زعماء المافيا، ومالك علي يمين كلف لي أكتر من $5,000 عدا ونقدا. بس مو خسارة فيك حبيبي، مو خسارة أبدا، بتستاهل يا لطفي، تستاهل يا حبيبي. ولو نحن شركاء بالسراء والضراء، أخوة نحن وما بيفرق بيناتنا إلا الموت. لك مو هيك يا شريك؟ أخ يا مجرم أنت، بقى مشان الله سامحني، خليني أنا التاني موت وأنا مرتاح الضمير والوجدان. سمعني كلمة سامحتك، اللي
سمحتك سمحتك بقلبي الكبير. شو أبو اللطف؟ ليش سكتت؟ شو ما بدك سامحني يعني؟ الحمام شايفين حظي شو مسخام؟ مات قبل ما يسامحني.